طب مين نفسك يعمل لك فولو على انستغرام؟ روبرت دينيرو مثلا. ليه بوستاتك مهمة لأستاذ روبرت؟ انت قلت لي نفسك، مش بالضرورة تبقى مهمة بالنسبة لي. تبقى العلاقة مكتملة، تبقاش بتحلم كده بحد مش هيمشي وراك. طب لو بقيت ست، ايه اول حاجة هتعملها؟ هتجوز واقعد في البيت. طب والفلوس اللي صرفناها عليك يا وتعليمك يا بنتي؟ لا معلش، اتجوز واقعد في البيت على طول. عايز يعيش على قفا جوزه. ايوه لو انا واحدة ستة هيعيش على قفا جوزي. طب ايه اول مسلسل مثلت فيه؟ الدالي. ادالك كام؟ ايوه ده لازم يجي ورا الضحكه دي بقى يا كارو. طب اكتر دور ما كنتش متوقع انه يجي لك؟ طايع عشان سعيدي. ايوه انا شفتك كنت طايع على التلفزيون. بحب الاسئله دي جدا. على العموم كويس انك خرجت من ادوار الاغراء. ادوار الاغراء؟ لا ما لسه ما عملتهاش، انا جاي اكتشف نفسي النهارده مع احسن مكان تكتشف نفسك. ايوه ايه الدور اللي عمره ما هيجي لك؟ معرفش اي دور ممكن يجي لي. يا ريت ما يكونش دور برد. ها 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 حلوه منك. طب مين الفنانه اللي كان نفسك تبقى مرات عمك؟ انا في الحاجات دي ما بحبش اغضب عمي على حاجه. وانت بقى متابع جيد للسينما والدراما المصريه؟ اكيد شغلي. هسالك بقى اسئله وانت تحاول توريني شطارتك. يلا انا جاهز. اذكر عمل واحد للفنانة غادة نافع. مش متذكر الحقيقة. طب غادة إبراهيم؟ عمل واحد. مش متذكر الحقيقة. مين بطلة فيلم كروان له شفايف؟ مفيش فيلم اسمه كده. سهير رمزي، عيب عليك كده، من أعظم أعمالها. بجد؟ أنا هقولها عليك. ماشي أوكي. طب مين بطلة فيلم شفاة غليظة؟ معرفش. سهير رمزي برضو. يا رب ما تتفرجش عليك بقى في الحلقة دي. طيب مين بطلة فيلم شفاة لا تعرف الكذب؟ سهير رمزي. لا تينيلي.